السلام عليكم كيفاش لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو اخرى. غادي تكون شويه ديفيرونط على لي فيديو نورمالمون اللي كنقدم لكم، وغادي تكون فيديو فاس كاميرا بما انه راكم عارفين دابا البروغرام ديال القناه ديالي، جوج فيديوهات فلوغ وفيديو فاس كاميرا. فيديو فلوغ ديال يوميات فلاحه، من مورا كندير لكم واحد الوجبه او الوصفه ولا مشروب اللي كيكون طبيعي وصحي، ومن مورا كندير لكم فيديو فاس كاميرا سواء كيكون متعلق باي حاجه مفيده او لا شي حاجه متعلقه بالريجيم ولا بالصحه ولا بنمط عيش حياه صحي. ولكن اليوم غادي نهضروا فيه على الحوايج ديال شاين، بما انه البعض منكم عارفوا باللي خديت حوايج من شاين ولاول مره، فبغيتو تعرفوا الراي ديالي في لاكاليتي ديالهم. سمحوا لي بعدا على الصوت ديال الكلب الجيران، شرف كليب صغير جرو وراه محيح. فالمهم الا كنتو مهتمين بالموضوع خليكم معي. كلكم كنظن دابا راكم عارفين المشاكل اللي وقعوا بالنسبه لي سيت ديال برا، لي سيت شينوا ولا اي سيت واحد اخر على برا تبغيو تقداو منه، فوقعوا بزاف المشاكل. علاش وقع هاد المشاكل؟ لي سيت شينوا سورتو لي سيت شينوا بحال شاين بحال شيك بوينت هادو اللي معروفين بزاف، الناس هنا في المغرب كيتقداو منهم بزاف. علاش؟ لانه الاثمنه ديالهم رخيصه بزاف مقارنه مع المنتجات اللي كنشريو هنايا في المغرب، المنتجات ديال النسيج بطبيعه الحال اللي كنشريو هنايا في المغرب، ولا كاليتي ديالهم كيقولوا زوينه. فانا اليوم عاد نعطيكم الراي ديالي على لا كاليتي ديالهم، حيت انا ما عمرني خديت من عندهم. كنتقدى سيغتانمون من يعني من برا، غير هو انا كناخذ من لو سيت ديال جوميا. راكم عارفين هذه القضيه، لو سيت جوميا كيف كنقول لكم ديما داير بحال امازون، يعني جامع كاع لي مارك المعروفه، دي مارك معروفين دي مارك ماشي معروفين، وكيتباعوا في هاد لو سيت هذا. انت هي كتدخل كتبغي كتقدى المنتوج اللي بغيتي وهما كيوصلوه لك حتى للدار. الا كنتي كتقدى منتوج كيكون داخل المغرب فكيوصلوه لك حتى للدار، ولا ليفريزون كتكون واحد الثمن اللي هو قليل بزاف. ولكن الا بغيتي تطلب شي منتج اللي هو كاين برا، لي فري ديال ليفريزون كيكونوا طالعين غير شويه، ما كيفوتوش ما كيتعداوش 84 درهم، هادشي الا خديتي المنتجات من على برا. هاد لي سيت هادو بحال شاين ولا بحال شيك بوينت، المهم اليوم كنهضروا على شاين حيت من عندهم تقديت. نورمالمون على حسب ما شفت انا بحالي بحالكم في لي فيديو يوتيوب ديال دي يوتيوبرز، كيوريو شنو كيتقداو، كيشكروا لا كاليتي وكيقولوا باللي الاثمنه رخيصه بزاف. فانا علاش ما كنتش كنزعم ندي منهم؟ لانه كاين البعض كيقول لك باللي لا كوموند كتعطل، كاين البعض كيقول لك لا كوموند كتوضر ما كتوصلش كاع. والمشكل فهاد لي سيت هو انك كتخلص في الاول، يعني الا وصلتك لا كوموند راه وصلت، ما وصلتش راه صافي دبر راسك، الفلوس انت كتكون عطيتيهم. اما جوميا لا، كتخلص حتى كيوصل حتى كتوصلك لا كوموند ديالك. داكشي باش انا كنزعم عليها بزاف وما كنزعمش على هادو. ولكن علاش هاد المره هادي غادي نزعم على هادو؟ لانه تعرفت على واحد السيده اللي ماشي غير هي، بزاف الناس ولاو كيديروها في المغرب، كتاخذ الطلبيات ديال الناس ديال هاد المواقع هادو، وهي اللي كدوز لا كوموند وحتى كتوصلك لا كوموند ديالك، عاد هي كتجيبها لك كتوصلها لك حتى للدار، وعاد انت كتعطيها الفلوس. يعني كتكون الخلاص ملي كتستلمي المنتجات ديالك. فزعمت قلت اجي نجرب، نجربو حتى حنايا هاد المواقع هادو، نشوف واش فريمون لا كاليتي ديالهم زوينه، بما انه الاثمنه فريمون ناقصه بزاف. ولكن انا جربت اول مره غادي نجرب ووقع المشكل. المشكل شنو هو؟ هو انه الناس ديال النسيج اللي عندنا هنا في المغرب، هادشي اللي كيقولوا والله اعلم، قدموا طلب شكايه للحكومه انه المغاربه كيتقدوا بزاف من هاد لي سيت وهما هنايا ما كيربحوش. فنات الحكومه شنو دارت؟ عطلات كاع هاد الطلبيات، وتعطلوا بزاف الجمارك، ولا كوموند ديالي منهم كانت تعطلات بزاف ووصلات. المهم من بعد شهرين انا كومونديتها في الاول رمضان، وهي يلا وصلت دابا اللي انا كنصور لكم هاد الفيديو هذا. من بعد منين طلقوا لي كوموند ديال الناس، من بعد جا القرار انه غادي يكون واحد الضريبه على اي منتج كيجي من برا واخا يكون حتى وصل غير 1000 درهم. يعني كيف ما كانت القيمه ديالو كتخلص عليه الضريبه، والضريبه طلعات بزاف، يعني
تصوروا حتى في جوميا وليتي كتدخل كتبغي تاخذ منتج من على برا قبل كان ما كيتعداش 84 درهم كيف ما كان المنتج لي فري دو لا ليفريزون ديالو 84 درهم دابا ولا كيوصل حتى ل 300 400 درهم يعني كيكون لي فري دو لا ليفريزون اكثر من المنتج اللي نتايا كتشري. فالمهم نتمنوا انه هذا الشيء يتحل من بعد وما تبقاش الضريبه هذه طالعه بزاف لانه فريمون لا كاليتي ديالهم زوينه. هنا غادي نجيب لا كاليتي ديالهم. الاكثريه انا خديت غير لولادي كنت خديت انا واحد نورمالمون واحد الكارديغان اللي هو صيفي ومزاول ساعه ما وصلش. كيف كنقول لكم راه كيكونوا هاد المشاكل هادو في هاد لي سيت هادو. كاين شي حاجه تقدر ما توصلكش لا كوموند كامله تقدر ما توصلكش كاين شي حاجه تقدر توصلك وانت ما كومونديتيهاش. المهم كيكونوا بحال هاد المسائل. هادي الابن ديالي مهم هو اونصومبل كيجي هكا الصراحه التوب ديالو زوين. انا زعما ما توقعتش هاد لاكاليتي هادي تكون لانه هاد المنتجات اللي غنوريكم راه ما كيتعداوش ما بين 84 درهم حتى ل 150 درهم صافي فقط. فيها هادي وهذا هو ديالو هذا هو ديالو غير هو بالنسبه ليطال. انا ولدي صغير على صغير على هكا. انا نورمالمون كيعطيوك تما لي طاي اختاريت لا طاي اللي كيلبس ولدي ولكن وصلت كبيره. كاين حتى هذا المشكل هذا يقدر يوقع لكم يعني راه من الاحسن انكم تاخذوا لي ميزور حيت كيعطيو حتى لي ميزور ديال الكتاب ديال هذا يعني تاخذوا لي ميزور ديالكم وتقارنوهم مع هذوك وعاد تكوموندو. انا لا خديت غير لي طاي بحال دابا مثلا ولدي انا كيلبس 120 صيفط 120 ولكن جات كبيره ولكن لا كاليتي كيف كنقول لكم زوينه صراحة زوينة بزاف. البياسة الثانية ديال ولدي هي هادي وحتى هذا التوب ديالها غزال وصيفي وزوين ومبرد. انا راه كيف قلت لكم ما توقعتش هاد لاكاليتي هادي ولكن مقارنة بالاثمنة زعما صراحة زوين. والسروال هو هذا وهادو عاوتاني خديت الكسيوات لبنتي حتى هي نفس المشكل. شوفوا كاين بحال دابا بنتي كتلبس 130 هذا خديته 130 ها هو 130 جا نقدروا هو جا شويه كبير ولكن ماشي بزاف هكا وبالسميطه ديالو السميطه كتجي بوحدها وهذا كيجي بوحدو. حتى هو الثوب ديالو زوين سواء هذا الفوق سواء التحت. هاد الكسيوه هادي حتى هي نفس القضيه 130 هادي جاتها لاصقه يعني راه لي طاي ماشي بحال بحال حتى هي بهذا وحتى هي التويو ديالها زوين وخفيف وماشي من النوع اللي كيتكمش يعني راه شدو ديلوها ورميه وما يتكمش والو ابدا. هذه الكسيوه الثالثه هذه حتى هي 130 وهذه جاتها شويه صغيره حتى هي بالسميطه ديالها وواحد الصويك ليا انا هذا تا هو زوين غير هو في الصوره كيبان شويه كبير كيبان صغير بحال هكا ولكن ماشي مشكل زعما از تا هو الصراحه لا كاليتي ديالو عجبتني صافا زعما زوينه كيجي بسنيسله بحال هكا هكا صويك عادي كحل زوين شيك ممكن يتهز في المناسبات وصافي. كانوا هادو هما المشتريات اللي خديت هذاك اللي قلت لكم ما وصلش كانت اول مره وللاسف غادي تكون اخر مره لانه الا بقاو هاد الاثمنه الخياليه بحال هكا راه بطبيعه الحال حتى واحد ما غادي يتقدم لعندهم. فالمهم نتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار يكون فاتكم حتى هو بشي حاجه وعجبكم. انتظروني فيديوهات اخرى وخليتكم على خير.